صوت واحد. اوكي اللي بعده تحت المدام حكاية طولي بيطلع يا ابدا بنادي هذا تجي تذكر مستاجر بهروتين. المخرج رشاد كوكاش، اهلا وسهلا فيك ببرنامج اخبار واسرار. اهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. تحكي لنا بالبدايه فكره صغيره عن مسلسل حوازيق او مزهريه غربه، شو التحضيرات يلي تمت له وبالمختصر حكايته؟ مسلسل مزهريه غربه بعد شيء شهر ونص من التحضير، اول شيء النص وصل للشركه المنتجه شركه افاميا بإدارة الأستاذ فراس الجاجي، وحكى معي حب أنه أنا أتصدى لإخراج هذا العمل. بعد شهر ونص من التحضير طبعاً مثل العادة بيتم الاستطلاع، بيتم إعداد مع المؤلف، ببلش اختيار الممثلين، اختيار الفنيين. هذا الشيء طبعاً بياخد وقته ولازم ياخد وقته مشان نحضر، والتحضير لأنه هو أهم شيء بالنهاية. بعد شهر ونص أقلعنا بالتصوير يوم الأحد الماضي، ونحن اليوم خامس يوم تصويري. الحكاية بتحكي عن فندق تملكه واحدة سيدة اللي هي عم تلعب دور السيدة سلمى المصري. الفندق قيد الصيانة، ما عم يستقبل حدا، لأسباب طبعا صيانة، كلمة صيانة تشمل الكهرباء والماء دائما، يعني عارف نتيجة ضغط الفواتير وضغط المعيشة واليومية بتضطر انه تضبط اجراء غرفة واحدة لتأجرها، للإيجار هذا يعود عليها لتزيد قيمة الفواتير يعني اللي مترتبة عليها. طبعا في عنا بالعمل اللي هن موجودين فيه، في واحد هو بيدبر لها الآجارات، كونه صار أخذ صيغة غرفة ما عاد فندق، صار مضطر تستعين بصاحب مكتب عقاري. تستعين بصاحب مكتب عقاري. الحلقة الأولى وقت بتقرر أنه تأجر نتيجة الفواتير المتراكبة عليها. الحلقات القادمة 29 حلقة هن كل يوم بيحكوا لنا عن مستأجر جديد عم يفوت عنده مشكلته، أو مستأجرة أو عائلة عندهم مشكلته، اللي هي بتحاول العائلة هي اللي هي الأم السيدة سلمى وابنها وبنتها وبنتها الثانية وصهرة وأخوها، بيحاولوا يتصدوا لمشاكل هي العائلة، الشخص أو العائلة أو السيدة أو إلى آخره. عرفت شلون؟ معنا مجموعة كبيرة من الممثلين، لأنه يعني بكل حلقة في عنا ضيف، الضيف هو بطل الحلقة. حنوه على شغلة، المسلسل هي مو فكرة جديدة، نحن شفنا مثل المسلسلات كتير، وآخرها كان مسلسل السنة الماضية ناس من ورق إخراج زميلنا وائل رمضان. لكن تجي المعالجة هي فيها روح جديدة، عارفين شلون؟ نحن مدة الحلقة ثلث ساعة، فيها طرافة عم بقول مو هي طرافة كوميدية عم نحاول نخلقها مع الممثلين، وما يمشي نقدم وجبة خفيفة للمشاهد. المعالجة هي جديدة، تصدى للأستاذ زياد ساري المؤلف، وحقيقة بحس كوميدي ظريف كتير، يعني تصدى له هو وكتب هذا النص. كتير كل الممثلين اللي أخذوا الأدوار الضيوف اللي بكل حلقة أخذ انبسط من دوره، حب دوره، لأنه في تاتش طريف كوميدي وفي شيء إنساني، بعد إنساني له يعني. الأستاذ فراس الجاجة، أهلا وسهلا فيك. أهلا، الله يبارك فيك. يا أهلا. نحن اليوم موجودين بكواليس مسلسل حوازيق،
أو مزهرية غربة. تعطينا فكرة صغيرة عن العمل. طبعا هذا العمل من إنتاج شركة أفاميا، وتحكي لنا ليه اخترتوا هذا النص بالذات. آخر 4 أو 5 سنوات تعودنا نعمل، يكون في عنا عمل بيئة شامية اللي هو يسموه خبز السوق بمنطقة التسويقي أو منطقة المحطات، أو بين قوسين هو العمل اللي فيه إنشورانس للمنتج إنه ما يخسر لأنه مطلوب نوعا ما، أو العمل الدرامي الكلاسيكي اللي هو بيتعرض أحيانا للخسارة والربح وإلى آخره. ونسينا الشيء العلاقة بالكوميديا أو الأعمال اللايت هي اللي اشتقنا لها من الزمن الجميل. يعني إحنا كان في سلسلة من الأعمال مثل عائلتي وأنا الأستاذ حاتم علي، مثل فصحى سماوية، مثل 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 إلى مذكرات عائلية اللي كانت لبده سلمى المصري، كان من خلال شكيب غنام والأستاذ سلم حداد. هاي النوع من الأعمال اللي بتحبها الأسرة، بترجع للزمن الجميل. لقينا إنه الإنتاج السوري بالفترة الأخيرة مفتقر لهذا النوع اللي بيحبه المشاهد، واللي بيجي بيحس حاله المشاهد هو واحد من هاي الأسرة. فصنعنا النص صناعة، أنشأنا الفكرة من الصفر لنعمل عمل بيحقق المنطق جمهور الكوميدي لعائلة 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم بنجومة كأشخاص ونجوم، والمنطق الأسروي، الروح الأسروية الحلوة اللي كانت بهي الأعمال التانية. فعملنا خلطة، وكان في براسي أنا هيك شيء له علاقة بمسرحية غربة بما تحمله من عراقة، وجمع لي رموز دراما اليوم بسوريا، والله يطول عمرهم الأستاذ دوريد لحام، أسامة الروماني، حسام تحسين بيك، أستاذ عبد الهادي صباغ، سامي الجزائري، صباح الجزائري، لا بلا بلا إلى بهنسي، كل هدول اليوم موجودين معنا. فعملنا خلطة تجمع الأعمال الاجتماعية الأسروية اللي تحكي على حياة العوائل السورية اللطيفة الكيسة مثل ما بيقولوا، والمنطق ونجوم الكوميديا السوريين اللي مشهد لهم بالريت والحب الجمهور والتفاعل الإيجابي مع النص، وشيء له علاقة بمسرحية غربة وما تعنيه من قيم ونجوم ورموز. هيك عملنا شيء مع بعضه وساوينا هالعمل. إن شاء الله طبعا ننجح، إن شاء الله ننجح، ما بنعرف. الأستاذ رشاد هو مخرج حقيقي، هو مخرج من الزمن الجميل، اشتغل هو رضع الإخراج مع أخوه الأستاذ علاء الدين كوكاش 40 سنة بهذا الخضم، هو متلمذ وأستاذ مع الأستاذ علاء الدين الله يرحمه شيخ الكار، 30 سنة عم يشتغل معه يد بيد. آخر عمل عمله غفوة القلوب، عمل متميز، هو مخرج كامل متكامل ناضج. ممكن نحن هيك 2022 بحاجة لكاريزما معينة، شرارة معينة تشبه هيك 2022، نحن عم نساعده عليها نضيفها مشان يكون يقدم شيء كامل مكمل بمنطق 2022، من الصورة للكواليتي للإضاءة للكاستينج لللمعة نوعا ما. فحوازيق هو جمع حزقة، هي جمع حزقة حزقات، ولكن حوازيق مجازا بين قوسين تظهر بمعنى ثاني، يعني مش إسقاط معين، مشان تعطيك حالة تريند وحالة تيك جدل وفي فكرة موضوع. وكلمة مزهرية غربة هو الفندق اللي هي بتديره وصاحبته أم مطيع. كلمة غربة قلت لك فيه لغز رح يظهر بآخر يوم تصوير له علاقة بمسرحية غربة. ومزهرية هي مزهرية بتلم نجوم الدراما السورية بين قوسين والكوميديا المحببين للأسرة السورية. هذا هو. على أي أساس بيتم اختيار الممثلين بهذا العمل؟ اختيار كان كتير دقيق للأمانة. أنا كنت بهذا المكان لأنه يمكن هو يكون شوي مكاني كمنتج للعمل، وكشريك مع الأستاذ رشاد والأستاذ زياد ساري بصناعة العمل من الصفر، وكفاهم شوي صغيرة للعبة التسويق ولعبة الجمهور. يعني شوي نجحنا بهي النقاط آخر سنتين، ففينا شوي نبدي رأينا. فكان أول شيء نحن عنا قسمين، عنا ضيوف أساسيين وعنا أبطال أساسيين بالثلاثين حلقة موجودين، وعنا ضيوف هيك بيمرقوا للنسمة مثل ما بيقولوا. فهي دول 3 أقسام. القسم الأول اللي هو 7 أو 8 ممثلين أساسيين، هدول تبخينا أن يكونوا كلهم بيكونوا على مستوى من الجمال والكاريزما، الأناقة، الوسامة،
القبول والقبول للمشاهد انك تقبل تشوفيه 30 حلقة موجود معك، وقبول للمنطق الكيمياء العائلية. فكان احنا عندنا الام كنت مصر واصرينا واجلنا تصوير ايام واسابيع ليكون نسيق لست سلمى المصري هي ام مطيع. فام مطيع قالت لها تشوفي ام مطيع انت بالكادر، بتشوفي اناقة، بتشوفي كياسة، بتشوفي كاريزما، بتشوفي كابرية. فكمشاهد انا عم برتاح بأي لحظة بشوف اخوه ابو حازم اللي هو استاذ وائل رمضان، كمان بتشوفي الوسامة والكاريزما والاناقة، كذلك روبين عيسى هي البنت الكاريزما الأنيقة، زينب رافي الكاريزما هي بنت مرام اللي كمان تحوي هيك الغنج، رونالدو شاب حيكون مفاجأة كتير كبيرة بالعمل، حيكون حدا استرا هيك، حدا يكون هيك ضربة حلوة بهالعمل. الأستاذ فاتح سلمان أخذ دور سهيب، هذا الكاركتر أول مرة رح تشوفوه بحالة غير مختلفة عن الحالات اللي قدمها بالسابق. الأستاذ وائل زيدان اللي هو الدلال مع الأستاذ خواندي عم شكلين ثنائية جميلة، والأستاذ وائل كمان ما شاء الله بالإفيات بالإن. فأنت بأي لحظة بشوفي الممثلين الأساسي 8-7 الأساسيين بالعمل، أنت عم شوفي كادر جميل، ستايل جميل، شيء محبب للقلب، حدا دافي. هلأ بنجي على الضيف بكل حلقة أو بكل سلسلة، كل 3 حلقات أو بكل 5 حلقات إلى آخره، حسب الشبكة أو الحبكة الدرامية والاشتباك بين الحلقات وبين المحاور. مثلا بنشوف مثلا أمل عرفي بتعمل نكهة خاصة، بتسحب المكان، بتسحب العمل لمكان معين هيك عم يغري غريب. بنشوف نازل الرواس بتعطيك كاريزما معينة، ستايل معين. الأستاذ أسامة الروماني عم يلعب دور خطير ورهيب، وجبنا الأستاذ جمال كريمي عم يعمل له ديكو، عم يعمل له عفوا مكياج، عم يعمل له مكياج رح يكون عمره حوالي 130 سنة معمر. ففي شيء عم ينعمل هيك، في لغز كتير حلو، في شيء له علاقة بمنطق المكياج المتطور اللي بيشبه 2022 بهوليوود رح تشوفوه بالعمل. رح نشوف أسامة الروماني باسمه الكبير، رح نشوف ست منى واصف في شيء عم ينشغل على شخصية معينة إلى الأستاذ عبد الهادي الصباغ، لا بلا 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 بلا. ست سوزان نجم الدين جاي بدور كتير 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 غريب، وغريب على الدراما السورية ولا مرة انطرح. هو أكثر دور جريء بتاريخ الدراما السورية. هذا كلام وكلام أنا مسؤول عنه، بإذن الله هيك ماشيين عليه. ففي مفاجآت كتير، في ضيوف كتير ما نحكيها، في مفاجأة بمطرب كتير كبير عربي رح يكون ضيف العمل، في مفاجأة بجلسة العلاقة بشيء وعلاقة بمسرحية غربة، في شيء أو علاقة له بترند خاص بسودان الجديد، عمل من الطراز الأول. النص لطيف، الهدف منه ما يكون عائلة 5 نجوم أو 6 نجوم أو كذا، اللي هو عبارة عن حالة بين قوسين تهريج جميل الحلو المحبوك، لا لا، ولا هو عبارة عن حالة كلاسيكية مطلقة، لا، هو عمل بيشبه المجتمع السوري الراقي. هيك كتير صرنا متحمسين لنحضر المسلسل ونشوف لوين رح يوصل. شكرا كتير لك أستاذ فراس، وبالتوفيق. تحية إليك وللتلفزيون لنا، وإن شاء الله بنتمنى نكون نحن معلنا بحوازيق برمضان، وإن شاء الله إن شاء الله نحقق 50% من اللي حكيته. نحن ماشيين نحقق 100%، ولا مرة قلنا شيء إلا حقنا 100% بفضل الله، بس على يعني الله ولي التوفيق. إذا بنحقق 50% فنحن نحن عمل نقلة بهذا النوع من الدراما السورية بإذن الله. شو بدك تساعدني؟ الفنانة سلمى المصري، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. تحكي لنا بالبداية عن دورك بمسلسل مزهرية غربة. الحقيقة دوري هو دور أم مطيع، شخصية أم مطيع. هذا الأوتيل هي اللي بتملكه يعني إلها، بفترة أنه مروا بظروف فوقف الأوتيل عن الشغل، يعني ما عاد فيه زباين وخف الشغل. فهي بتجي لفترة أنه هي عم تدفع فواتير وعم تدفع مصاريف هالأوتيل وما في حدا، فيفكروا أنه يتركوا بيتهم ويجوا يقعدوا هون بهالأوتيل، هي وبنتها وابنها، وطبعا عندها بنتها الثانية من الزوجة وأخوها اللي بيتردد عليهم دائما. هلا يلي بيصير انه بيقترحوا عليهم انه يأجروا غرفة لحتى يساعدها هذا الأجار بانه تسدد فواتير الأوتيل، وانه هي بدها تعمل له صيانة. فهلا هو الحلاوة انه
كل حلقة بيجي لعنا ضيف وكل ضيف له مشكلة، فهي اللي بتتعاطى مع المستأجرين، هي اللي دائما بتشوفهم وبصير هاي القصص بيناتهم يعني. أوكي. شو هو الشيء اللي لفتك بهذا الدور لحتى تأدي؟ هلا هو هذا الدور، هي ظريفة مهضومة يعني، هي شخصية مهضومة. هلا العمل هو عمل اجتماعي، بس إلا ما يكون فيه هيك تاتش الكوميديا فيه، فشخصيتها لذيذة محببة، بتعرف تتعامل مع الناس بالهي علاقتها مع بنتها، علاقتها مع صهرة، مع بنتها الثانية، في شغلات حلوة، وما بعرف إن شاء الله انه تطلع هاي الشخصيه مهضومه الناس يحبوها. اكيد كل الشخصيات يلي بتقدميها هي كتير مهضومه وكلنا بنحبها. شكرا كتير لك. تسلميلي. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. انت بخير. شكرا. أنا شو الله جابني يتحملها؟ لا أصحى أصحى أبرك حمي سرع روس إن شاء الله وفوق لحش برطة وفوق تعطينا فكرة صغيرة عن دورك بمسلسل مزهريات غربة؟ هو العمل كله يعني لايت وقريب للقلب، وأنا مشارك فيه كأخوة لصاحبة الأوتيل، هي الست سلمى المصري، وبكل حلقة بيحضر فلازم يعمل قصص ومشاكل كونه ضابط سابق ومسرح تعسفيا، فبيجي بيعوض هون ببيت أخته يعني. في شيء هيك قريب للقلب إن شاء الله يعني يوصل للناس مثل ما هو مكتوب ومثل ما عم يشتغل الأستاذ رشاد إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد. شو الشيء اللي لفتك بهذا الدور لحتى تقبل إنك تقدمه أو تأديه؟ مو قصة لفتني يعني، في شيء في تقاطعات حبيتها بيني وبين الشخصية، وأنا بحب هذا النوع من الأعمال الاجتماعي الخفيف يعني، اللي ما في مشاكل كبرى وما في مقولات كبرى يعني. الناس ما عادت بها يعني، ما عاد قدران يتحمل أعباء المقولات يعني، فهذا الشيء قربني أكثر من الشخصية. ليك من قلبي والله، بس ماني صاحب قرار حتى اجلك الغرفه. ولو اخي انت بتمون، انت صاحب القرار كله. ما بمون. هلا اسمعوا صوت، انا ما راح اقعد اكثر من اسبوع، راح اضل مسحوق بالغرفه لحتى يجي مندوب. قوه التحمل. شو عكس قوه التحمل؟ تخيلي مدام، انا صار لي 5 سنين الفنان كرم شعراني، اهلا وسهلا فيك ببرنامج اخبار واسرار. اهلا وسهلا فيكم يا ميت، مرحبا. طبعا نحن اليوم موجودين بكواليس مسلسل مزهرية غربة، وحضرتك ضيف باحد الحلقات بالمسلسل، تحكي لنا شوي عن الدور اللي عم تأديه بهي الحلقه. طبعا اول شيء اهلا وسهلا فيكم هون بالموقع، واهلا وسهلا فيني لانه انا ضيف كمان، وضيف بس راح يكون كثير ثقيل ظل يعني، كثير ما بتتخيلي. هو عباره عن لوحه اسمها جينيس، فهو شخص اسمه عادل بده يدخل موسوعه جينيس من خلال قوه التحمل، فهو صار له 5 سنين ما تحمم، فريحته دائما بالبيت موجوده واهل البيت بيعانوا منها، فبيحاولوا يتحملوه ويساعدوه بالاخير، وبالنهايه هيك خليها شوي مفاجأة مشان ما نحرق الحلقة كلها. طبعاً نحن ناطرين مفاجآتك أكيد. شو الشيء اللي لفتك بهذا الدور لحتى قبلت تأدي؟ الحقيقة اللوحة فيها شيء كوميدي طريف ظريف، بهيك أعمال أنت دائماً بتدوري على الكوميديا الخفيفة، خصوصي اليوم يعني العالم صارت بدها ضحكة، بدها بسمة بالظرف اللي نحن عايشينه، بالوضع اللي نحن عم نعاني منه يعني من كافة الأمور، فالعالم بحاجة لهي الضحكة. الحقيقة أنا وعم بقراها على الورق رسمة الضحكة يعني، فهذا اللي حبيته فيها بصراحة. رونالدو خزوم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. تحكي لنا بالبداية عن دورك بمسلسل مزهرية غربة. دوري شخصية مطيع ابنة لمدام سلمى المصري، يعني هن بيكون عندهم أوتيل
وحالتهم المادية هيك بتدقر شوي، فبقرروا يعني يجيبوا مستأجرين ويعبوا الأوتيل. فبكل حلقة من هاي الحلقات هيك بصير طرفة ما، ومطيع هو هيك شخص دارس موسيقى ومغرم بالموسيقى، فبأي موقف بصير معه هيك بحب يقلبه لشي موسيقي. فإن شاء الله هيك يكون شيء جديد ونقدر أنه نعمل شيء يعني العالم يحبه. إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله. بنعرف أنه هذا العمل هو الفرصة الحقيقية لإلك، حكي لنا عن استعداداتك وتحضيراتك للعمل. والله الاستعدادات هيك إن شاء الله تمام التمام، وإن شاء الله أقدر أني أعمل شيء بهذا المسلسل كخطوة أولى لألي وفقط. لا خلاص طلع هون انتوا كم ماما نفتح نفس اكشن خير صلي 5 سنين ما كان واضح بالريحه هلا اذا اهلك جيرانك ما تحملوا انا بدي اتحملها لا